اللي بتعمليه ده فوق الضغط. انا خلاص خلاص ما بقتش مستحمل الحياه معاكي. ولا ايه؟ ما خلاص طلعني واخلص. يا سلام، اوكي انت طالع يا هاني. وراها كده وتقول لها كلمتين كويسين، هي هتبقى كويسة والله وهتتفهم انك كنت عصبي. سمر، انا اسف ان ده حصل في وجودك. انا اللي اسفة والله. تقولك حاجة؟ لا ولا حاجة، اصلا المدام كلمتني وطلبت مني ان اجي اتكلم على مرف موضوع. انا متضايق وعايز اخرج شوية، ممكن تبقي معايا؟ عم جميل كمان جايك. انا على فكره كانش في داعي انك تقولي لاحمد اللي انت قلته، كان كفايه انك تقولي لا وخلاص. كانش في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا ما اعرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كمان؟ كل ده عشان انا حسيت في لحظة اني قريب منك وعايز ابقى معاكي. انا ما حصلش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكرة بقى اللي كان جوالي كويس انك جيتي. انا لو كنت قعدت مع سيدة ساعة تانية كنت قتلتها. كاميليا، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالولك عليها، عشان انا محتاجة فلوس ضروري جدا والله حسددهم لك. وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقة، مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ هيبقى اي حد بيقرب لي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ قولي، هو انت حاسس انك هديت دلوقتي؟ اهدى ازاي بس؟ كل حاجه عندها خناق، كل حاجه لازم تبقى زي ما هي عايزه، يا اما ما ينفعش. دي حتى لما بتغلط وتبقى عارفه انها غلطت ما بتحاولش تعتذر. في حاجات يا سمر الواحد لازم ياخد باله منها مع الانسان اللي عايش معاه. انا طبيعتي هادي، بحب المزيكا، بحب الكتابه، بحب كتير قوي اقعد مع نفسي لوحدي. بس ده مش معناه اني بكرهها، مش معناه اني مش مهتم بيها او حتى بعرف حد عليها. طب ممكن تتصل بيها؟ بعد سنين دي كلها وبعد العشرة اللي بينا مش قادرة تفهمني ولا تعرف أنا عايز إيه ومحتاج إيه. حضرتك لو أنت اتصلت بيها ممكن تشوفها فين يكون أحسن. دي حتى عمرها ما قالت لي مالك، إزيك، أخبارك إيه، عامل إيه. بصراحة بقى أنا مش قادر أستحمل اللي أنا فيه ده. بص حضرتك، أنا شايفة لو أنت اتصلت بيها ممكن مواضيع كتير قوي تتحل. ولا هي ما تكلمنيش؟ ليه ما تكلمنيش وتعتذر عن اللي عملته؟ أنا خلاص، أنا قررت يا سمر إني مش هرجع لها تاني، أنت رأيك إيه؟ بص، هو أنا ورايا حاجات كتير لازم أعملها، ممكن أستأذن؟ سمر، لو سمحتي بعد إذنك،
أنا آسف طبعاً على الإزعاج ده، بس مش عايز أقعد لوحدي. لو سمحتي خليكي معايا نص ساعة بس، لو سمحتي. انتي بتحبي، ولازم تكوني بتحبي قوي كمان، ولازم تتاكدي من الحب ده. انتي هتعيشي قد ايه عشان ترتبطي بانسان كل همه هو نفسه بس؟ اكبر غلطه في الدنيا انك تربطي حياتك بانسان على امل انه يتغير. مفيش حد بيتغير يا سمر، هتعيشي في وهم كبير، تقولي بكره يفهم، بكره يتغير، بكره الحياه هتفهمه تعلمه، وفي النهايه هتكتشفي ان اللي في دماغه هو اللي في دماغه. اصعب حاجه في الدنيا يا سمر انك تعيشي على امل وانت عارفه انه مستحيل يتحقق. عندك حق في كل كلمه قلتها الصراحه. اللحظه اللي انا فيها دي بتستدعي الإنسان اللي جوايا، بمعنى إن الإحساس رجع لي يا سمر، رجع لي بعد ما بعدت عنها. صدقيني اكيد بصراحه كنت بحبها قوي، اصلا ما اعرفش اي حاجه في حياتي غيرها. يعني لما كنت في الثانويه العامه كان كل اللي اعرفه عن الستات امي، ربنا يخليها لي. ابويا الله يرحمه بقى كان نفسه اذاكر كويس قوي وابقى دكتور شاطر. لما دخلت الجامعه بقى هي يعني هي اللي اتكلمت معايا يعني واعترفت لي بحبها. لا ما يغركيش، انا جامد برضه يعني. لما اتجوزنا بقى كانت الحياه حلوه قوي، وخصوصا لما جه سيف. امال ايه اللي حصل؟ المرض، المرض هو اللي حصل. المرض بيخليكي تكتشفي مين بيحبك بجد ومين بيكرهك، أو خلينا نقول مش بيكرهك، خلينا نقول مين بيستهلك. أنا مريت بنفس الحاجة الصراحة، بس الحمد لله إن أنا كنت على البر لسه. احمد ربنا. أصعب حاجة في الدنيا لما تمر بتجربة جواز فاشلة، وخصوصا لما يبقى في أولاد. كمليا، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ تتغدى يا احمد؟ اتغدى. ده انا حتى جعان قوي. ايه مال فيه؟ ممكن اعرف انت ايه اللي عملته في عم جمال؟ عم جمال مين؟ ايه اللي عم جمال مين؟ اللي كنت هتحرق دمه وتموته. جمال، ما انا قلت له ان انت مش موافقه. ايه انت غيرت رايك ولا ايه؟ انا قلت لك يروح يموت نفسه. انا بصراحه يعني ما لقيتش كلامه. فيها بنت مالك يا بنت؟ طب اهو تعب ودخل المستشفى.
يا بنت ده راجل مجنون ما تحطش في بالك، مش يبص لنفسه اصلا. وبعدين انا لو ما كنتش قلت له كده كان هيحط في دماغه ان انت ممكن توافقي في يوم من الايام. وبعدين ما يروح المستشفى ولا يروح في ده، انا مالي؟ كاميليا. نعم. اعملي حسابك بقى، احنا لازم نمشي من هنا اخر الشهر، قعدتنا مش حلوه. ايوه هنروح فين؟ بيتنا. والحجز نتصرف ايه، هنموت؟ لا، هكلم اهل جوزي وهقول لهم ان انا موافقه على العرض بتاعهم، واقوم يدوني الفلوس هديها لك. طب تعالي نقعد ناكل لقمه وننزل نتمشى شويه، انا مخنوقه قوي. يلا. قال لك ايه الدكتور؟ قال له انه هيبقى كويس وهيقوم بالسلامه، بس انت يا اختي اطلعي منها. الله، وانا ببص لك على طرف يوميه، انت فيكي ايه؟ بقول لكم ايه، ممكن تروحوا تقعدوا في الكافتيريا وانا لو في حاجه هقول لكم، وهشوف الدكتور بس. لا 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 لا، معقوله نسيبك يمكن تسمع خبر كده ولا كده؟ لازم ابقى واقفه جنب. نعم يا اختي، انت جاي تقفي جنبه هو ولا جنب المرمي جوه ده؟ اقف انت جنبه يا ام قلب كبير يا اختي. شوف المستشفى محتاجه ايه، انا معايا فلوس كتير وغنيه جدا. فلوس ايه يا ام فلوس؟ بقول لك ايه، اللي يحتاجه الجار واجب عليا، اذا احتاج حاجه قول لي. ما تروحوا، روحوا روحوا، لو في حاجه هبقى اكلمكم. الله، في ايه؟ ايه ده؟ عمال يزعقلي كده ليه؟ انا ما كنتش عارفه انه خلقي كده. يلا مش هتروحي؟ لا بصي، اصل انا هروح اشتري حاجات من العتبه. العتبه؟ انا كمان عايزه حاجات من العتبه. يلا نروح مع بعض. مش رايحه يا ست، مروحه. ولما انت حبيب قوي كده عم جمال، ليه ما فكرتش من الاول انك تتجوز؟ حلاوة روح يا عبد الله. حلاوة روح، كويس انك عرفت. الخيبة اني ما كنتش عارف او ما كنتش واخد بالي اصلا. سيبك من ده كله، انا عاوزك بقى تشد حيلك كده وتقوى وترجع احسن من الاول. مستحيل مستحيل ارجع احسن من الاول ولا حتى زي الاول. افكر اعزل من الحاره كلها. ايه؟ وتسيبني لوحدي؟ على اساس ان احنا نعرف بعض من 100 سنه. انا حيا الله لسه عارفك اول امبارح. ايوه بس انا ما صدقت اني لقيتك. هقول لك. هتقول لي ايه؟ 20 سنه ظلم، 20 سنه بين اربع حيطان، 20 سنه كنت كل يوم يطلع عليا الشمس افكر اقول الدنيا بره شكلها ايه. دخلت المكان ده جمال وانا عندي 30 سنه. مكان ايه؟ السجن. سجن؟ بس انا كنت غيرك خالص، كنت بحب الحياه غيرك انت تماما. كان عندي استعداد اتجوز واخلف وانا معيش ولا مليم. انت مش قلت لي ان انت عندك بنت؟ كدبت عليك. اللي دخل المكان ده بيحب الحياه غيرك انت خالص. انت عايش بره يا جمال، بس للاسف حابس نفسك في دايرة ضيقة قوي قوي، ما عشتش حياتك. عندك حق. في الحياة جمال أنا مستريح قوي ومبسوط إني بحكي لك، عشان ما صدقت لقيت حد فضفض معاه. اللي بيخرج من السجن ده ما بيصدق يلاقي حد يقابله كويس زيك كده عشان يقول له كل حاجة. تلاش عبد الله، مش هجيب سيرة لأي حد. لا لا لا، أنا مش قلقان من الناس يا جمال خالص، أنا قلقان بس من معاملتهم معايا لما يعرفوا. ما عادش يفرق معايا الناس خالص. كده كده يبقى البعيد عنده دم عشان ما تجيلي في الحالة اللي أنا فيها دي وتحطلي مأساة فوق مأساتي كمان. لا أنا جيت بس عشان أعرفك إن الدنيا حلوة. أنا ما صدقت خرجت من السجن
ما كنت موجود جوه يا جمال، كل ما احب اشوف البحر تتخيله، ولما بحب اتمشى افتكر الاماكن اللي انا كنت بتمشى فيها زمان. بس صدقني يا جمال، عمري ما حسيب اللي ظلمني ودخلني السجن ظلم. عمري الحمد لله على السلامة. أنا عملت لك إسعافاتك وقلت أسيبك تفوق براحتك. أنا آسفة. على إيه؟ يعني أنا عارف إن شكلي بيبقى ولا أي حاجة على فكرة. ده أنت كنت زي القمر. على فكرة أنا كنت هصورك بس قلت أستأذنك الأول علشان تبقي تشوفي نفسك. لا بجد. بجد جدا. على فكرة كان عندي فرصة كويسة أوي إن أشوف أحسن وش في الكرة الأرضية. أو والله زي ما بقولك، عارف أنا لو بعرف أرسم، لو بعرف أرسم كنت رسمتك. بطل أصدق. إيه هتصدقي؟ لا أنا بكذب عليكي، ده أنت وشك يقطع الخميرة من البيت. أنا أقولك بس الكلام ده علشان يعني نفسيتك ما تقومش عليكي وكده. شفتي لما بناخد الأمور ببساطة الدنيا بتعدي إزاي؟ أحلى حاجة في الدنيا نجلاء الضحكة الحلوة. مش بتقول لنفسك كده ليه؟ اوعى تكون فاهم ان انا مش فاهمك. انا فاهمك وعارفك كويس قوي. انت قاعد بتقولي خدي الدنيا ببساطه وقاعد بتوهمني ان انت اصلا مش همك، مع ان انا عارفه ان انت تعبان، تعبان قوي. بس هضحك برضه. Thank you.
عندك حق والله. انا مش فاهم انت قلقان ليه؟ انا عملت لك كل اللي انت عايزه. مش فاهم برضو انت ليه سايبها تتحكم في الشركه زي ما هي عايزه كده. الشركه اللي انت بتتكلم عنها دي خلاص ما بقتش تهمني. انا كل اللي عايزه منك انك تسمع كلامي كويس وتنفذ اللي بقوله لك بالحرف لحد انا بخلص اللي برتب له. لا انا مش فاهم حاجه خالص. افهمك، انا زمان غلطت غلطه كبيره قوي لما اتجوزت اللي اسمها زينب دي وعشت معاها، وغلطت اكتر لما اديتها رقبتي. انا عشان خاطرك اصلح الغلطه دي، والشركه اللي هي متصوره انها بتتحكم فيها وان هي القوه اللي ساند عليها خلاص تقريبا انتهت. ما تندهش، اصلا انا اسست شركه جديده باوراق جديده وتعاملات جديده. كل اللي انا عايزه بس انها ما تحسش باي حاجه لحد انا ما اخلص اللي برتب له. طب وسامح والشراكه اللي بينهم؟ سامح ده عبيط، اتجوز ايتن ومتصور انها هتنقذ شركته من الفلس، وانهم لما يضموا الشركتين على بعض قال ايه؟ هتشيله. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما اعلن عن شركتنا الجديده وتعاملاتنا الجديده الشركه دي هتقع، وايتن مش هيبقى لها وجود. ايه؟ على فين؟ ابدا عندي شغل. شغل؟ طب استنى اجي معاك. لا تيجي معايا فين؟ ده انا هعمل لك مفاجأة كبيرة قوي، هتفرحي قوي لما تعرفيها، سيبيني اخلص كل حاجة وابقى احكي لك. طب ماشي اوكي. يلا باي. باي. معقولة يا ايتن؟ أكلمك كذا مرة ما ترديش على التليفون؟ أنا مش فاهمة إيه ده؟ ما تخلي التليفون في إيدك يا بنتي. كنت لسه هكلمك. تعالي عشان عايزاكي في حاجة مهمة أوي. لا تعالي أنتِ عشان أنا عايزاكي في حاجة أهم بكتير. اقعدي. خير؟ احكي لي في إيه؟ مش سامح طلع مفلس ومعهوش ولا مليم؟ إيه؟ والفيلا دي كمان مرهونه للبنك، وسمير عايز يرميني بره الشركه وعمل شركه جديده وسحب كل العملاء بتوعنا. وايه كمان؟ يعني خلاص كده المخطط باظ، هنترمي في الشارع على جثتي. امال هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بعدين انا مش فاهمه،
ازاي لما سالتي على حسابه في البنك قالوا لك انه تمام؟ ما اعرفش، الظاهر اتفق مع الموظف بتاع البنك انه يقول لي كده، هو ده التفسير الوحيد. طب وكان بيتجوزني ليه؟ عشان يضم شركته لشركتنا، عشان يضمن انت ما تعترضيش لما تعرفي انه مفلس. ما خلاص بقى جوزك. يعني هو اتجوزني بس عشان ينقذ نفسه. واطي صح. دلوقتي فهمت، دلوقتي فهمت تصرفاته اللي انا كنت مستغرباها. وانا كنت مستغربه بقول ازاي يسيبني من اول يوم ويروح لواحده تانية. ايه ده، انا عمري ما شفت سفاله كده. ما يغور في 60 ده يا تاخده. المهم خلينا في المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه فعلا. البت ميرا لازم تتجوز مروان. مامي، هو انت في ايه بينك وبين سمير مخليه عمال ينخور وراكي كده وعايز يخلص منك؟ فهميني. ولا حاجه يا حبيبتي، هم رجاله كده زباله بعيد عنك، مفيش حاجه. عندك حق فعلا، هم زباله، هم شياطين، انما احنا ملايكه مفيش زينا. صح. ما انا بيني وبينك يا سيده لما فكرت قلت والله ان انت فعلا كان عندك حق. انا ما ينفعش اقعد معاكم في البيت ده. وهتروح فين يا رحوم؟ اجرتي لي شقه صغيره هقعد فيها لغايه ما اظبط حالي. ولا هات من الاخر يا ولا. وحياتك يا سيده زي ما بقول لك كده، وانا اكدب عليك ليه يعني؟ طب خلاص، هما يروحوا الشقه دي وانت تقعد معايا هنا، على الاقل ينزحوا من على قلبي. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش طبعا. يروحوا يقعدوا في اي شقه؟ وبعدين الناس يا سيده تاكل وشك، هتقولي لهم ايه؟ ست عيالي في الشارع، رميت ولاد اخويا في الشارع. وانا مالي بالناس؟ يقولوا اللي يقولوه، انا يهمني؟ انا ما يهمنيش كلام الناس. بقول لك يا سيده، انا خلاص رتبت حالي، هقعد في الشقه دي لغايه ما ربنا يكرمنا بقى ان شاء الله. اديني العنوان عشان اجي ازورك. هبقى ابعتهولك في مسج. السلام عليكم. ايه ده؟ الواد ده ناوي على مصيبه، بس انا هعرف ايه هي. سلام عليك يا دي يا متولي، وانت رايح رايح تقابلها؟ ايه ياما الوقفه دي؟ ايوه ياما رايح اقابلها. خايب في ايه ياما؟ ايه ياما؟ كفايه بقى ياما، مالك؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما هو كده البني ادم لما تبقى فيه غمامه كده على عينه، مهما تحاول تخليه يشوف برضه بيفضل اعمى ما بيشوفش. ايه ياما؟ اهدي ياما، ولا هو شغل حموات من اولها بقى وهنفضل بقى نعمل كده وكده وكده؟ في ايه ياما؟ يا سنتك السودا، انت ناوي يا واد على جواز؟ ناوي ياما على جواز. يا لهوي على خيبتك التقيله يا خليله، فيبتك يا خيبتك. ولا انا شفت احمد شايل شنطه كده بتاعت سفر، ورايح فين؟ اسكتي. ايه؟ اسكتي يا خليله، انت ما تعرفيش. لا. ده خد شنطته وهيروح يقعد في فيلا كبيره كده بعيد عننا وبعيد عن الحاره. وانا عندي ليكي مفاجاه. ايه؟ هعمل لك زيه، بس هقعدك في قصر، انما ايه يليق بيكي. ولا ايه؟ تعالالي تعالالي. في ايه يا امي؟ تعالالي بس اموت واعرف انت واحمد بتشتغلوا في ايه. ريح قلبي يا ضنايا، قول لي والنبي. حاضر، هقول لك. هقول لك. هتقولي؟ سيبيني دلوقتي بس. تعالى هنا. ما سيبيني دلوقتي يا ابني. اهمل شويه. بلحه وبيتاجر في البني ادمين. بيبيعهم ما بيرجعوش. انتوا بقى يا روح امك بتتاجروا في ايه؟ هقول لك. قول. بصي، شايفه العصفوره اللي واقفه فوق الشجره دي؟ اوعي بقى كده، اوعي. سيبيني بقى، ده انت غريبه يا شيخه. الله ينكد عليك يا خيبتك السودا في ابنك يا خليله. يا خيبتك. سعيد خير؟ والله ما كان عندي وقت، اصل انا كان عندي ظروف مخلياني مش عارفه انظم وقتي خالص. طب ما تخليها بكره بدري قوي كده قبل الشغل. طب خلاص انا تحت امرك. حاضر. سمر، انا عارف ان انا بتطفر عليك حبتين، وخصوصا ان انا كنت تقيل شويه الفتره اللي فاتت، بس صدقني ما لقيتش حد اتكلم معاه ولا احكي له وافضفض له غيرك، وخصوصا لما فجاه تحصل حاجات كده في السن اللي احنا فيه ده. عارفه لما يعدي زمن طويل وفجاه تحسي بحاجات عمرك ما كنت بتحسيها قبل كده، وتلاقي نفسك تتكلمي مع حد او تحكي له وما تلاقيش، ساعتها بتحس ان الدنيا فاضيه وما كانش فيها بني ادمين. ولا أي حد أتمنه على مشاعري أو إحساسي. أنا عارف إن أنا دوشتك بكلامي حبتين، بس صدقني ما لقيتش حد غيرك أثق فيه وأحكي له كل الكلام ده. أه.
الو سمر، انا تحت البيت، ممكن تنزلي؟ في يا سمر؟ مالك؟ علي تحت البيت وعايزني انزله حالا. هو حضرتك بتقولي انك تحت البيت عندي هنا؟ يا سمر تحت ايه؟ لا خالص. طب انا هنزل لك حالا. تنزلي تروحي فين دلوقتي؟ السيده قاعده بره مستنيه تقفش اي واحده فينا. ما انا هشوف هو عايز ايه من على الباب هنا. هو طالما جه لحد هنا الموضوع غريب. هو عايز ايه الراجل ده؟ هو مش شايف الساعه كام؟ هيكون عايز ايه؟ هو اكيد بيمر بظروف صعبه. كلنا يعني بنمر بظروف صعبه، يعني مفيش اي حد بيمر بظروف اصعب من اللي احنا فيها على فكره. بقى على فين العزم ان شاء الله؟ انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8:30. يعني داخلين على نص الليل. ما انا هنزل اجيب عشاء. ولا هتعشينا؟ منين ده المعاش يا دوبك الغاز والكهرباء. خلاص بقى يا عمتي، هو انت هتعدي؟ خلاص بقى. بيت اعوذ بالله اللي ما قالتش تتعشي معانا يا عمتي. يا ترى اتأخرت ليه يا عبد الله؟ ألف مبروك يا أحمد باشا على الفيلا الهايلة دي. فيلا يا أبو كارمو دي قصر. قصر فعلا. طب بقول لك إيه بقى؟ إيه؟ في شوية حسابات كده عايزين ننهيها مع بعض. لا 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 ما تكلمش في أي حسابات دلوقتي خالص، سيبنا استمتع وعيش. عيش عيش. إيه الجمال ده يا جدعان؟ عيش يا معلم. مش مصدق نفسي. إيه الحلاوة دي؟ بقى أنا عيش هنا؟ ايوه عادل. بقول لك يا ولا عادل، خلاص لعبت قوي. خلاص يلا بقينا اصحاب فلل وعربيات، والاشياء هتبقى معدن وهتحلو. بقول لك ايه، اسمع بس، سيبك من اي كلام. انت خلاص هتيجي تعيش معايا هنا في الفيلا. هتيجي تعيش معايا هنا، سيبك من شغل الحاره بقى والحواري ده، خلاص ظبطت على الاخر. ماشي اما ابقى اشوفك. سلام. يا احمد لعبت معاك، ولسه اللي جاي احلى.